أحصت محافظة الغابات لولاية سكيكدا جني ما لا يقل عن 13,000 قنطار من الفلين هذا الموسم في قفزة تصفها ذات المصالح بالنوعية. حصلنا على منتوج إضافي رانا في 13,700 من الشركة مختارة، وهذا راجع لإمكانيات المادية والبشرية اللي جندناها لها العملية اللي دامت من جوان إلى حد سبتمبر وفي أوقات صعبة جدا في أوقات حرارة. صعوبات كبيرة يعمل فيها أعوان شركة الهندسة الريفية للولاية سيما بجبال وغابات المصيف القلي التي توفر أكبر المساحات وأجود أنواع الفلين. وهالمنتوج تم استغلاله من طرف شركة جزائرية للتنمية الريفية على مستوى كل ولاية، وبالتالي هالمنتوج اللي راه مجدود على مستوى الديبو راح يتم تحويله على مستوى وحدات التحويل متواجدة على مستوى جيجل وعلى مستوى القل وعلى مستوى بجاية. مجهودات حثيثة لحماية الغطاء الغابي من الحرائق والحفاظ على مكانة الولاية في مجال إنتاج مادة الفلين التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق الدولية. نعتبر باللي سكيكدا من الولايات الأوائل في إنتاج هالمادة ولها إمكانيات كبيرة من أجل تموين وحدات التحويل، ونمنو في المستقبل باش يكون هالمضمار مضمار تاع انفستيسمون باش طوروا اكثر هالشعبة. تتعرض المساحة الغابية للولاية الى نهب متواصل وعمليات حرق عشوائية تستدعي الكثير من الحزم والصرامة قصد المحافظة على هذه الموارد الطبيعية الهامة والحيوية للغاية.